السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة. اليوم عندنا الحديث مالتنا والفيديو حول الأمينوغلوتوسايتس بعد ما خلصنا السيل وول انهيبيتورز، دخلنا بالبروتين سينثيسيس انهيبيتور واخذنا التتراسايكلين. الان عندنا النوع الاخر من البروتين سينثيسيس انهيبيتور وهو الأمينوغلوتوسايتس. طبعا الأمينوغلوتوسايت البروتوتايب مالتها او الاب الروحي اللي هو اللي اول واحد كان ستربتو مايسين، وبعدها صار عندنا عدة با يعني ممبرز من هاي العائلة وهي الاميكاسين والجنتامايسين وتوبرامايسين، وعندنا ايضا نتلامايسين وغيرها من يعني عندنا الممبرز. زين، لو نيجي نلقي شويه نظره على الكيميكال ستراكشر مال الامينوغلوكوسايد. حقيقه الامينوغلوكوسايد جاي نشوف هنا اكو عندنا هذا شوجر مويتي. هاي الشوجر مويتي يعني معناها انه هذا يعني متكون من شوجر جلايكو والامينو جروب الموجود، فطلقوا عليه اسم امينو جلايكوسايد. زين، نيجي نرجع ايضا نلقي نظره حول الجروب، نلقى انه ريتش اوف او اتش. هذا الاو اتش باللون الاخضر انا محدده او اتش، اذا معناها اذا ريتش اوف او اتش اوف او اتش يعني معناه هذا الدراج هو ووتر سوليوبل. نجي نشوف ايضا اكو احنا عندنا ريتش بالان اتش بوزيتيف يعني اشاره موجبه، هنا اشاره موجبه، هنا اشاره موجبه، اذا معناها هو بولر يعني نوت ابزورب اورالي. بولر نت ابزورب اورالي. زين، هذا فيما يخص الكيميكال ستراكشر للأمينوغلوكوسايد. نجي الان حول الديستريبيوشن مالته، الديستريبيوشن اللي هو يعني الكاينتيك. اولا ديستريبيوشن، سوري الابزوربشن، الابزوربشن مالته انه نوت ابزورب اورالي. اورالي هاي انتهى الموضوع، ما نقدر نناقش بعد اكثر. ليش؟ للاسباب ذني، او اتش ووتر سوليوبل، بولر عندنا نوت ابزورب اورالي. زين، اثنين الديستريبيوشن، اذا هو بولر يقدر يوصل بلد برين بارير، اذا نوت كروس بلد برين بارير ما يعبر، لان ذاك الليبو في الكراد لليبو. زين، الميتابوليزم مالته واضح انه يكون ميتابوليزم بال يعني جزء منه بالليفر وبالرينال. الاكسكريشن، اكسكريشن مالته راح يكون عندنا بالرينال، لذلك من الدرجات المهمه اللي انه نسوي لها دوز ادجستمنت بالانتيبايوتكس، بالدوز نسوي لها دوز ادجستمنت اذا كان عندنا رينال امبيرمنت، هو الامينوغلايكوسايدز. زين، هذا فيما يخص الكاينتيك اسم الاعضاء مالته والصفه الكيميائيه لهذا الانتيبايوتيك. لو نجي ننتقل الى شيء اخر هو الفارماكو دايناميك مالته. الفارماكو دايناميك تعرفون كل زين هو يتضمن شنو عندنا؟ يتضمن عندنا اهم شيء عندنا الميكانيزم اوف اكشن. Mechanism of action.
شلون طريقة الميكانيزم اوف اكشن مالته؟ هذا شوي اريدكم تنتبهوا لي. هذا هو السيل وول، وهنا عندي شنو تعرفونه كل زين، سيل ممبرين. عندنا بالجرام نيجاتيف بكتيريا اكو اوتر ممبرين يكون ريجيد، اوتر ممبرين، هذا الاوتر ممبرين. شو يحتوي الاوتر ممبرين اخوان؟ يحتوي على ال ال بي اس، ال بي اس اللي هو ليبو بولي ساكرايد، ليبو بولي ساكرايد. ودائما الليبو بولي ساكرايد يكون نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج، وهي اصلا شو اسمها جرام نيجاتيف بكتيريا، نيجاتيف تشارج جرام نيجاتيف بكتيريا. الاوتر مالته هو ال بي اس ليبو بولي ساكرايد. زين، لما يجي يريد يشتغل عندنا الامينوجلوكوسايد، يجي اول خطوه يسوي بيها هو انه يصير جذب بين البوزيتيف تشارج مع النيجاتيف تشارج. البوزيتيف تشارج الموجوده بالان اتش 2 بوزيتيف الى النيجاتيف تشارج اللي هي طالعه عندنا من ال بي اس. اذا اول خطوه صارت عندي هي الاتاتشمنت. اول خطوه صارت عندي شنو؟ الاتاتشمنت. دخل عندي شنو؟ الامينو جلايكوسايد. بس قبل لا يدخل لازم اكو عمليه، هي انه شلون تسمح هاي البكتيريا المزعجه واللي هي جرام نيجاتيف ومتعبه ورجد بيها قوي، تسمح انه دخول هسه صار اتاتشمنت. اوكي رحم الله والديك، بس هو مو معناه اسمح لك انه تدخل. صحيح انت وصار اتاتشمنت، بس هو مو معناه اقول لك يا بتفضل. مو شلون اقول لك تفضل؟ تيجي الامينو جلايكوسايد شو تقول له؟ تقول له الجدار مال البكتيريا، تقول له يا ترى انا اتكون من 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 شوجر مويتي، وتكون من امينو. قالها يعني انت شوجر؟ يا شوجر وامينو اسيد. اي امينو اسيد، كانما اشبه الامينو اسيد. قال حد انا ما عندي مشكله وهي ويش تراكيب، اني كبكتيريا جرام نيجاتيف ما عندي مشكله ويش تراكيب، تفضلي. تيجي تدخل الامين اللي هي التراكيب هاي، تدخل الامينو جلوكوسايد عن طريق هاي الخدعه. اذا النقطه الثانيه هي انه يصير عندنا الخداع، تشيتنج يعني الغش. صار عندي هنا غش، انه قشمرج قال له يا ترى انا عندي شجر مويتي وانا رجال امينو اشبه الامينو اسيد، يعني انا صديقك. قال له عمي اذا هيك تفضل ادخل. اذا صار عندي اول شيء اتاتشمنت بهاي الاشاره، وبعدين صار عندي تشيتنج اللي هو الخداع، دخل لي جوا الامينو. احنا عرفنا انه البروتين سينثيز انهبيتر وين تشتغل؟ تشتغل على الرايبوزوم اللي هو شنو؟ المصنع مال البروتين. اوكي، مصنع مال البروتين. زين، اجى عندي من هو؟ اجى عندي الامينو جلوكوسايد، ارتبط. هذا خلينا نقول الامينو جلوكوسايد ارتبط مع 30A سب يونت. هذا 30 وهذا جديد 50A سب يونت. ارتبط يا هو عندي الامينو جلوكوسايد. المشكلة وين؟ المشكلة الارتباط اللي هنا راح يكون سترونج بوند، يعني مو مثل التتراسايكلين ويك بوند، سترونج بوند. يعني معناها الريفيرزابل بوند، معناها الريفيرزابل بوند. هذا ايش راح يسوي لي اخوان؟ راح يخلي لي انه يكون
يعني الاتاتشمنت وثيق جدا، والميكانيزم قوية جدا، والارتباط قوي بين الأمينو جلوكوسايد وال 30S سب يونت. من صار الارتباط قوي فلش عندي هاي المنطقة السب يونت 30S سب يونت، فبالتالي راح شي يصير عندي، ما ينتج بروتين، ما راح ينتج بروتين. من ما راح ينتج بروتين، إذن معناها راح يكون عندي اكسكيوشن. شنو اكسكيوشن؟ يعني انتحار للبكتيريا، لانه ما في بروتين بعد ينقذ حياتها. فإذن معناها انطاني فد ملخص انه ترى الامينو جلوكوسايد هي بكتيريا سايدل، وليس مثل التتراسايكلين هي بكتيريوستاتيك. ليش؟ لانه حاعود يعني على استناد انه ايضا ذيك ارتبطت بال 30 اي سب يونت، لا ماكو هيك حكي. هذه تختلف وضعيتها، وهي انه يكون الارتباط سترونج بوند ويكون الريفرسبل بوند، فبالتالي يصير اكسكيوشن، يعني حكم على البكتيريا بالموت، لذلك ما راح ينتج عندي بروتين، فسميناها بكتيريوسايدل. هذا هو الملخص للميكانيزم اوف اكشن للامينو جلوكوسايد. من هاي البكتيريا اللي ممكن انه يصير عندي شغل عليها؟ مثلا عندنا التي بي، مثلا عندنا التي بي اللي هي مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس، من البكتيريا القوية جدا اللي ما ممكن انه نسيطر عليها بعلاج واحد، فلذلك ممكن نعطي اربع انواع من الانتي بكتيريال يلا يتم السيطرة عليها، ويطول تقريبا العلاج مالته من 6 اشهر الى 9 اشهر. زين، بعض مثلا ستريبتوكوكس ايضا هي جرام بوزيتيف، لكن هنا ايش راح يسوي؟ هي جرام بوزيتيف طبعا ما عدها هذا الاتاجمنت، صارت اجت قربت، لكن شو استفادينا بالستربتوكوكوس؟ عندنا هنا بورينز، هاي الفتحات البورينز اللي تعبر لي منه، تعبر لي الووتر راح يدخل عن طريق فتحات البورينز. يعني معناها الروت اوف انتري، طريقة الدخول الامينو جلوكوسايد على الستربتوكوكوس هي بالضبط انه راح يكون سوري بالاستاف بالستربتوكوكوس، نعم، انه راح يصير عندنا بالبورينز، يدخل عن طريق البورين. فبالتالي من يدخل عن طريق البورين ممكن انه يسوي لي ايضا، يروح لل 30 اس سب يونت ويسوي لي مشكله حتى بالجرام بوزيتيف اللي هي الستربتوكوكوس. واضح؟ فهنا هو المغزى، انه عندي البوند اللي راح تكون اتاتشمنت بالامينو جلوكوسايد راح يكون هو الريفرسبل بوند والسترونج بوند، فبالتالي راح تتفلش عندي المعمل كله يتفلش، فبالتالي يعتبر انه هو بكتيريو سايدر. لذلك احنا ممكن شو نقول؟ نقول يا بانه وان يكون سمول دوز، وان يكون سمول دوز، small dose of aminoglycoside هو شنو؟ بكتيريوسايدل. بينما التتراسايكلين وان يكون الدوز مالتها عالي راح تبقى هي بكتيريوستاتيك. ليش؟ بسبب البوند، لانه التتراسايكلين بوند مالتها weak bond وreversible bond، لذلك ممكن انه يصير البكتيريوستاتيك، يعني انه تنتج بروتين لكن البروتين انسيسري، فبالتالي ممكن انه يوقف الجروث مالتها فيعتبر بكتيريوستاتيك. لو نجي على الميكانيزم اوف ريسيستنت لهذا الدراج، هي حسب خطوات الميكانيزم. اولا انه تمنع بعد الدخول من هنا، راح يجي يقول هيا ترى انا ذاك اليوم دخلت، قالت له لا عمي ذاك اليوم قشمرتنا وضحكت علينا وقلت ان انا شجر مويتي وانا شو سوى، طلعت انت انتبايتيك، لا ضحك عليه، لا طردوا من هنا. زين، اتقشمر ودخل مو فد مشكله، هناش راح يصير عندنا تشينج
بالكونفجريشن مالت السايت اوف بايندينج للامينوجلوكوسايد، فبالتالي يجي يدخل الامينوجلوكوسايد ما يلقى السايت القديم مالته، فبالتالي راح انه ممكن يصير له ريسيستنت وينتهي هذا الامينوجلوكوسايد. هذا ملخص هو الامينوجلوكوسايد والميكانيزم اوف اكشن مالته، وان شاء الله بالمحاضره راح نعطي اكثر تفاصيل. شكرا جزيلا.